دقيقة لو سمحت. اليوم في 48 قاضي رفعهم للمحكمة الدستورية. اليوم رئيس القضاء الكيداني معين قضاء عشان يقفل علينا فوق، وانتوا قاعدين تتجرجروا من ده ما عارف تعايشي وما عارف دي سلوى. الحين ما فاضل لك كلام مصرح، يا تكبوا قدر المسؤولية يا في سوار بيتقدموا. بعدين في حاجة سؤال مهم جدا، نحن كسوار ليه ما عندنا جسم في التجمع؟ كسوار ليه ما يكون مننا واحد في السيادة؟ كسوار ليه ما يكون موجود؟ لانه ما شوف ما الكلام ده ما كنا نقوله، لكن بعد الشيء اللي حصل ده من حقنا نقوله. والتشريع انا بقول لك من الان، التشريعي ما حنخلي لكم تقولوا فاهمين الكلام ده. كسوار حناخذ التشريعي، لانه الشيء اللي قاعد يحصل ده ما عاجبنا صراحه. نحن مش ما عندنا فيكم صيغه، صيغتنا فيكم متوفره، لكن في تقصير يجب ان تصححوه وناو الان. اقول يا رجل انها تغلي تشكيك بيننا وبينك. انا اتفق معك انه لابد ان نشوف صيغه انه اللجان تحت المقاومه وكل هذه الاشياء، كل هذه المؤسسات تكون ممثله في المجلس التشريعي. هذا واحد من الاهداف، لكن قدموا لنا التصور. ما تنتظرونا نحن نجيكم نقول لكم والله جيبوا لنا 10 ممثلين او 15 ممثلين. انتوا كلجان مقاومه قدموا لنا تصور، نحن كتجمع مهنيين نحن بنشيل التجمع ده بنقدمه لقياده التجمع، وبعد ذلك نحن ملزمين بانه نسوق ذلك لدى قياده قوى الحريه والتغيير. شكرا. بس انا عايز اقول حاجه في موضوع لجان الاحياء. يا اخوان اي زول المرشح صديق تاور، بخصوص المرشح صديق تاور، صديق تاور لا يمثل اقليم الجنوب الجديد. نحن كسوار الاقليم الجنوب الجديد نرفض صديق تاور كممثل في المجلس السيادي للاقليم الجنوب. وشكرا. طيب خلينا دقيقه، انت سمعت؟ انا سمعتك ما تسمعني. سوري انا شنو؟ انا ما عندي. اول حاجه صديق تاور لم يرشحه تجمع المهنيين، صديق تاور رشحته كتله ثانيه، وانت تعلم الان انه في اعتراضات على صديق تاور حتى من داخل قوى الحرية والتغيير، وهذا الموضوع الآن موضوع نقاش ومن المواضيع التي ستحسم خلال ال 24 ساعة القادمة. يعني أنا ما بقدر أقول لك إنه بأي شكل سيحسم، ولكن هذه التحفظات وصلت وتم نقلها إلى قيادة قوى الحرية والتغيير. موضوع القضاء ما زال موضوع نقاش بينه وبين المجلس العسكري، لم يحصل. استاذ معلش، في عدد كبير من السوار والكنداكات. يا اخوانا انا عندي اجتماع لازم امشي له. هو اي زول بيقول سؤال واحد؟ لا ما اي زول بيقول. طيب رشحكم انتم كتجمع مهنيين؟ الحصل في طيب الحصل في مرشحنا نحن كلام واضح جدا، وطلعناه امبارح في البيان اللي عملناه امبارح بالليل. الكلام واضح جدا انه نحن طه ده قدمناه قبل فتره، ولما طلع قرار المجلس بتاع التجمع بانه نحن ما حنمثل قمنا بسحبه، قدمنا اسماء ثانيه لاعتبارات ثانيه، هذه الاسماء لم تمر ما مشت لاعتراضات من جهات ثانيه او لحساسيات خاصه بالاوضاع السودانيه. انتم كلكم فاهمين تقرر انه هذه الشخصيات ما تمشي. ومبارح اللجنه بتاعت الترشيحات لما الوقت ضايقها وكان لازم تقدم اسماء للمجلس العسكري، قررت بدون الرجوع لتجمع المهنيين انها تاخذ طه هذا باعتباره كان مرشح سابق قدمه تجمع المهنيين وعليه اجماع من تجمع المهنيين وقدمته. بمجرد ما طلع الكلام ده طه اعلن سحب
اعتذاره وسحب الترشيح بتاعه، وتجمع المهنيين طلع بيان واضح جدا انه ما حصل تجاوز لتجمع المهنيين احنا ما موافقين عليه، وبالتالي هذا المرشح لا يمثل تجمع المهنيين. دقيقه خلي هذا زول غيرك يعني. البيان بتاع المهنيين ليه اتاخر؟ متاخر ده مع نسبي يا استاذ. دقيقه نسبي المشكله ده بيعمل الشرخ في الشارع. دقيقه يا دقيقه. اول حاجه احنا كان عندنا مفاوضين موجودين في القصر الجمهوري بيتفاوضوا، وعندنا اخرين شغالين في اللجان بتاعت قوى الحريه والتغيير، وعندنا مجلس التجمع لازم يجتمع عشان ياخذ قرار، وعندنا لجنه اعلاميه لازم تجتمع عشان تصيغ دقيقه خلينا تم كلامي تصيغ البيان. ما احنا ما بيقعد رشيد سعيد ولا سلمى بتكتب البيان وبنجدعه في الوسائط، نحن اكثر من جهه و20 جهه و20 لابد انه البيان ده تقراه اكثر من جهه. قبل ما يقعد معاكم يعلم اعتذاره انه هو مستحيل بشخصي يا اخي، ده موقفه الشخصي. موقفه الشخصي هو الان في تجمع المهنيين ما بيتكلم بصفته الشخصيه. عيني يا استاذ ما قبل تجمع المهنيين لما اخذوه من تجمع المهنيين لما رشحوه طاقه اساسا هو ما عنده علم ما بيعلن اعتذاره او انسحابه او اعتذاره تمام. انت بالدروس مع تجمع المهنيين ابلغ التجمع واحده ما في اثنين ثلاثه نحن ما اختلفنا معك، لكن احنا هو بيانه اسرع مننا لانه بيان شخصي، احنا بيان بتاع مؤسسه وده شيء طبيعي. انت الان توافقتوا على شخصيه ولا لسه؟ شخص وما بيعلن. في حاجه لازم تكونوا عارفينها. استاذ الرشيد خلال الساعات المقبله شنو أصلاً؟ هل في اجتماعات جاريه؟ بالنسبة يا اخوانا عشان نمشي لقدام عشان نمشي لقدام، نحن حيجي الوقت اللي حنقعد فيه ونحط الحساب. نخلص عندنا مرحلة الآن من الليلة لحد يوم 1 سبتمبر، أي انقسامات فيها ما في صالح الانتقال للدولة المدنية. الانقسام حصل لازم يطلع بيان للشعب والتحرير. ده الكلام اللي انا كنت حاقوله لكم، انه خلونا نتجاوز 24 ساعه دي نكمل اختيار لا تتجاوز 24 ساعه طلع بيان الناس. دقيقه خلينا يا اخي ما خلينا 24 ساعه خلينا خلونا نتجاوز ال 24 ساعة تفضلت، نعين الخمسة، لأنه أي تأخير في المصفوفة دي بعدها بيبقى خطر على الانتقال الديمقراطي. نحن متفهمين تماما لكل الانتقادات، لكل الغضب بتاع الناس والغبن. نخلص من المسألة دي، نعين المجلس السيادي، يبدأ تعيين رئيس الوزراء، يستلم المهام بتاعه، يشرح في تشكيل وزارته. نحن نعده إنه نفتح حوار واسع جدا حول ما حصل في الفترة الماضية، حول الأخطاء التي حصلت، وما عندنا أي مانع. تعالوا أصلبونا هنا عندكم. حصل توافق على شخصية معينة التعايشي. حصل توافق على الحصل بالضبط الحصل في موضوع انه الناس بعد ما توافقت على شخصيه المعايير شنو وترفض الثاني ليه؟ الـ 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 يعني هذه المساله بتاعت التعايش كان فيها تعقيدات كثيره جدا يا اخواننا. حصل توافق ما حصل توافق. لو حصل توافق ما كان الناس تراجعوا. حصل حاجه ثانيه بعد التوافق. دقيقه يا اخي، ما هو الصوت بترفع الترشيحات دي، انت ما تتخيل انه نحن دقيقة. نحن ما بنودي ما بنقول الاسم نشيل رشيد ده، نودي اسم ونشيل اسم واحد وبنمشي. نحن لما نجتمع ونقعد بنختار أربعة خمسة أسماء والناس يبدوا يتناقشوا فيها، وبعد ذلك بيكون في زول عنده فرص 70%، زول عنده 30%، زول عنده 10% كده.
القصة بتاعت انه زول اترشح دي او انت سمعتها في الوسائل بانه رشحوا زول، ده ما معناه كان خيار لتجمع المهنيين خيار نهائي. كان مرشحكم انتوا لكن ما مرشح زول ثاني. كان مرشح واحد من مرشحين تجمع. واحد ما كان طه وسقط. لا ما حد حتى كانت رشيدة رشيدة وسقط. كانت رشيدة وحصل توافق عليه. ثاني في اسماء ثانية. كتلة ثانية عندها الحق طبعا فيه. كل الكتل عندها الحق طبعا لانه القرارات تتخذ بالاجماع يا سيدي. يعني مرشحكم بعد ما تتوافق عليهم كنا نقول لكم يا استاذ ما حصل على التوافق يعني ما حصل على توافق داخل التجمع ما حصل توافق لكن هل يعقل ثوره لا 8 شهور شخص واحد ما تتوافق عليه معناته يعني يسلم معناته يسلم أسي الشورت ليست فاهم نحن دارين الدراينا ممكن نحن نقول لكم عيد بعدين يا اخوانا الشورت ليست فاهم انا بشتري في حاجتين سؤال بس اذا في زول عشان نحن ملتزمين بالعقد أسي الشورت ليست فاهم كده نحن قاعدين نتجه اذا الموضوع فيه غلط أنا درس السؤال معين تفضل إذا كان تجمع المهنيين عنده ممثل واحد للمجلس السيادي على حسب التفاصيل الظاهرة في المجلس تجمع المهنيين بعدين في دول كبير ثاني 85 حارب كبار عجائي في عين الشباب لك في ثلاثة أجيال لحد الله الجيل الأول من 45 إلى 83 الجيل الثاني من 83 إلى 98 والجيل الثالث من 98 إلى الآن في ثلاثة أشياء عندنا الجيل بتاع البيبي بومر ده من الحرب العالمية الثانية إلى 83 لا ده لا 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 ما أقدرش ما أقدرش الليلة والله الشورت ليست فهم ناسي ما في غطغطة تاني في الموضوع يا رشيد أنا والله ما أتكلم أنا من 83 المجلس السيادي ده المجلس السيادي ده أستاذ الرشيد عشان مجلس العسكر عشان كده المجلس السيادي ده دقيقة المجلس السيادي ده داير ناس عندهم قدرات عالية جدا داير ناس عندهم قدرة المجلس السيادي ده حيكون زي التفاوض لكن على مدى 3 سنين داير ناس عندهم قدرات عالية جدا داير ناس عندهم معرفة داير ناس عندهم تاريخ في العمل السياسي الحاجات دي حتى لو كان تشريفي عنده توافق والناس لازم طيب ورونا المعايير دي عشان ما نتفاجئ اكتبونا انا ريح بري يا رشيد الكونكلوجن اسهل احنا هسه عايزين نتفادى بيحصل في الشارع انتوا لو دارنا نتفادى انتوا لو دارنا نتفادى الاشكال اسمحوا لنا بس وخلونا نتم ال 24 ساعة طيب دي. بعد 24 ساعة وبعد كده استاذ الرشيد في سوا استاذ الرشيد انا ما اعرف تخيلوا ما اعرف العرض من انا ما عارف هو ما من حقه يا زول هو عنده شغله يا اخوان يا استاذ رشيد يا استاذ رشيد سؤالي كان عادي لكن ما من ضروري بكون عارف ورشح الكتله الثانيه منو لا حتى لو عارف من حقه بس في وقت حاضر انا بارد من الواحد من اللجنه الاداريه استاذ رشيد هل يمكن ان يتم نشر اسماء قبل اجتماع ده اسماء المقبله اخواننا وزاره دخلتنا في المشكله دي قصه نشر الاسماء والتسريبات والكلام اللي بيطلع ساكت ده وذاته تدخلنا في الاشكالات دي الافضل انه الناس لحد ما يتوافقوا على اسماء حتى تحصل طيب حل يا استاذ رجل ايوه ادينا كده اللجنه الاعلاميه تشوف حل لموضوع التسريبات ده هاي والله المعلومات كلها قاعدين ناخذها من مصادر ثانيه دقيقه اي معلومه بناخذها من مصدر ثاني والحريه والتغيير يا اخي المحضر ده المحضر اللي بيسرب امي يا رشيد يا رشيد اي اسمع بعيدا عنا وبعيدا عن ال 24 ساعه اللي انت عملوا فيها شنو اديناكم ال 24 ساعه اول حاجه من نسي اعتبروه قرار اعتبروه اقتراح اعتبروه اللي بتعتبروه شوفوا لنا حل في اللجنه الاعلاميه دي نمره واحد تتواصل مع الصور بعيد عشان ما نجي كل مره نحن فلان في اجتماع فلان ما في زي ما حصل يوم 8 رمضان نحن جايين اللجنه الاعلاميه ما لقينا زول اللجنه الاعلاميه نحن على ما عندنا حصل الموت
بالليل التجمع المهنيين اعمل لنا جسم نحن قوى الحريه والتغيير. طيب دقيقه يا استاذ رشيد كده خليني اكمل كلامي. انا قوى الحريه والتغيير، قوى الحريه والتغيير كاجسام ما بتهمني لانه انا ما محزب ولا اجسام الجوه محزبه، ما عندي مع اي علاقتي مع التجمع المهنيين. فبالتالي قولونا الجسم افادينا نحن موضوع اللغط الحايز في السوشيال ميديا ده، دي واحد. اثنين، ال 24 ساعه انا عندي سؤال، ال 24 ساعه دي السؤال ده موجه للناس القاعده في التفاوض. ال 24 ساعه دي اديناكم لا انتهت، المفروض هتحلف القسم قدام منو؟ رئيس القضاء كوز، النائب العام لحد هسه كوز، ده مثال يعني. هتحلفوا القضاء قدام منو؟ والمرفعين الليله كيزا، ما انتوا هتحلفوا قدام منو؟ القضايا دي لحظه يا اخواننا، القضايا دي حصل فيها شنو عشان نحن نصل للمرحله دي؟ يعني الناس كمان ما تمشي، نحن قعدنا مع الناس اللي كتلونا في الشارع من اجل انه نمشي للمدني. دول اكثر من الكتله، خليك رئيس القضاء كوز يحلف ولا ما يحلف. الناس اللي كتلونا في الشارع احنا قعدنا ووقعنا معاهم يا اخواننا، خلونا نكون واقعيين. قلنا لكم السياسه دي سموها فن الممكن. نحن ما والله الناس كانوا بتقطعوا لما يخشوا اجتماع وتكون قاعد قدام زول، انت كنت قبل شوي شايل البندقيه بترفيك، لكن نحن اضطرينا يا اخواننا في واقع. نحن حاسه اذا المساله بتاعت رئيس القضاء دي حتاخر المجلس السيادي الحكومة، نمشي نحلف قدام نتنياهو، قدام الشعب قلت لك، ونحن قدام منو واعي هيختار كيف يوم المواعيد. يوم السبت احنا اديناكم مواعيد، قلنا لكم الحكومة دي أول ما تتكون نحن قبل ما نمشي القصر الجمهوري نحلف، بنجي في الساحة بنمشي الشارع في ساحة الحرية. الحكومة دي تجي تلتزم قدام الشعب السوداني يحلف قدام غير الشعب السوداني، قبال ما يمشي يحلفوا قدام مجلس السيادة، لأنه المهمنا نحن ما مجلس السيادة. مجلس السيادة نحن ذاتنا حنكون معاكم شايلين للعصاية، نحن حنكون جهة رقابية، نحن حنكون شايلين للعصاية. ومن تعرفوا من نحن ما الهم ينقصوا مجلس السيادة، حتى لو انحرفنا رجعونا. انتوا بتهمونا، انتوا التجمع المهنيين بيهمنا والحريه والتغيير ما بتهمنا، بقول لك بالواضح. ما هو قال لك انا ما بقدر اديك مرشحين الا بعد 24 ساعه. ما قال التسريبات ظهرت بتاعت التعايش وبتاعت طه وبتاعت هنا الجدول للعام الليله امس اول امبارح يلا الحصه شنو اخرت الشكل الحصه شنو هم يوضح لنا الحصه شنو سياسه كمسايسه تمام وكتخطي مسايس وبتخطى انا بس الان انت بتدير الجديد والتشكيل الجديد وال 46 نفر الجداد حيضيع ما انا كنت شغال في الخارجيه تمام كنت شغال في الخارجيه وصلت الخارجيه نفس الحصل في الوضع حصل في وزاره الخارجيه Thank you.